انا موجوده في دبي علشان بنصور 3 كليبات جديد، والمفروض ان احنا عاملين خطه كده ان احنا نصورهم في خلال 10 ايام. اكتر حاجه اقدر اقول لك عليها ان دي كانت من اللحظات المهمه جدا في حياتي، ان انا اغني الاغنيه دي بالذات مع تامر ديو، لان الاغنيه دي من اكتر الاغاني اللي انا اصلا بحبها لتامر حسني، فكنت مبسوطه جدا 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 ان احنا غنيناها سوا. انا في اماكن كتير في دبي وفي ابو ظبي بحبها جدا جدا جدا، بما انه مكان سيكريت فانا مش هقدر اقوله في البرنامج، بس اقدر اقول لك ان عامه اجواء دبي كلها حلوه، والبلد كده تحسها فيها كده حاجه في الجو، يعني انت اول ما بتدخل كده بتبتسم تلقائيا، فيعني دي من اكتر الحاجات اللي بحبها في دبي والامارات عموما. يعني انتظروا كل اخباري على برنامج اخر اسبوع.